مسؤولين لبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نتران الأمينيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت. وقالت المنظمة إن أولئك ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني. واستند التقرير إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي زميلي الصحفي في i24 نيوز عروة سيف. مرحبا بك عروة، يعني أبرز ما جاء في هذا التحقيق. بداية، ابتدأ هذا التحقيق في Human Rights Watch من تقصي لماذا أتت هذه السفينة إلى مرفأ بيروت، وإن كانت فعلا واجهتها القارة الأوروبية أم كانت واجهتها بيروت، وكان هنالك استغلال لكل التزوير عمليا مسارها وذهابها وإيابها وتقصي هذه الأمور. ابتدأت Human Rights Watch من هذا الأمر وانطلقت نحو الجيش. إن كان الجيش اللبناني الأذرع الأمنية كانت بحاجة إلى هذه مواد النيترات وهذه الكميات الموجودة في مرفأ بيروت، واتضح أن كان هنالك مرسوما أخرجه الجيش اللبناني يفيد بأن لا حاجة لهذه المواد وهو ليس بحاجة لها، ويحول هذا الأمر إلى فرع الأمن في مرفأ بيروت. فرع الأمن في مرفأ بيروت أصدر عمليا عدة أوامر حول هذه السفينة، لكن على الرغم من هذه الأوامر وكل قضية عدم تصريفها، خزن هذه المواد بدون أي إذن من السلطات المحلية أو حتى من السلطات المخولة بمنح هذا الإذن. فعمليا ذهبت كل هذه التقارير وتقصت حول ما يدور في يدور في المرفأ، واستمرت حول ما دار في أذرع الدولة العميقة. حين أرسلوا لعون الرئيس اللبناني ميشيل عون تقارير تفيد بأن هذه النيترات وهذه السفينة موجودة لم يكترث، وأيضا لحسان دياب الرئيس الحكومة لتصريف الأعمال أيضا لم يكترث باعترافه حين قابلته. وكانت قبل قليل أيضا كلمة للرئيس اللبناني ميشيل عون، حيث يعني قال خلالها بأنه ندعو إلى التحقيق النزيه والجريء وصولا للمحاكمة العادلة في القضية انفجار مرفأ بيروت. نعم، رد فعل بعد أن أشار تقرير هيومن رايتس ووتش عمليا بضلوع الرئيس ميشيل عون وبضلوع النائب العام للأمن في بيروت، وأيضا للرئيس تصريف الحكومة حسان دياب. هذه ردود الأفعال أيضا كانت من قبل حزب الله، الحزب الأول التي تلقى هذه الاتهامات واتهم أن له ضلوع جدا قوي في وجود هذه السفينة في مرفأ بيروت. قال أن الحصانة الموجودة على النواب وعمليا عدم إظهار الحقيقة وعدم إظهار ما يجري في التحقيق هو الأمر الذي يعيق إظهار الحقيقة وإظهار العدالة. هذه ردود الفعل أتت بسبب كل قضية الحصانة التي أيضا تعيق الآن تشكيل الحكومة، وهي أحد العقبات التي لم يستطيع تخطيها سعد حريري المكلف السابق، ولن يستطيع أن يتخطاها الأغان نجيب ميقاتي حسب ما يقول مراقبون. نعم. كون هذه الحصانة أيضا لا تشمل فقط الرئيس والمكلف بتصريف الأعمال والنائب العام، أيضا تشمل نواب وتشمل شركات اقتصادية تتبع لسياسيين لأشخاص من الطبقة الحاكمة. فهذه الحصانة هي العقبة الوحيدة، ما يدفع Human Rights Watch وما يدفع العديد من الجمعيات الحقوق الإنسانية بمطالبة تحقيق دولي. الأمر الذي رأوه الأحزاب عديدة وجهات عديدة محاولة للتدخل ومحاولة لاستدراج كل هذه عملية التحقيق في التصفية السياسية الداخلية على الساحة اللبنانية، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، في ظل تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتفاقم الأحداث في لبنان. فهذا ما يدور الآن على الساحة حتى الآن، هذا ما يدور عشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت. وعلى ما يبدو سيذهب كل هذه التحقيقات وكل هذه الإجراءات في الاتجاه الدولي. وصلت الفكرة الزميل الصحفي في i24 نيوز عروة سيف، شكرا جزيلا لك.